معنا في هذا اللقاء. وبالطبع كيفما كتعرفوا إلا بغينا نقويو القراءة والكتاب في المملكة المغربية لابد أن يكون هناك تواصل ومقاربة تواصلية خاصة بالكتاب وبالكتاب، لأن في الأخير خاص المعلومة توصل عند المواطنات والمواطنين، وبالطبع أحسن وسيلة هي أنتم يعني الصحافة الوطنية. وفي هذا الإطار بالطبع وزارة الثقافة لقات مجموعة ديال المبادرات باش نقويو القراءة والكتاب، من بين هذه المبادرات المعرض اللي كتقوي سنة مرا سنة وكتدعمو طبعا ماديا ليس فقط كوزارة ولكن حتى في إطار الشراكة اللي عندنا مع مجلس جهات الرباط سنة القنيطرة. وكيف ما كتعرفوا وصلنا هاد السنة أعتقد ل 40 مليون ديال الدرهم لدعم هذا المعرض، ولو أن هناك كان يعني علاش كنوصلوا لهذا الدعم؟ باسكو كيكونوا انتظارات من طرف لا ضيف الشرف الوزاره هي اللي كتكلف به، ولكن حتى الضيوف كيجيو على الصعيد الدولي، واضطرنا نوقفوا لان كانوا طلبات اخرى من دول اخرى ومن ناشرين اخرين ومن ولكن هذو هما الامكانيات اللي قدرنا نجمعوها هذه السنه. اللي مهم هما عدد الانشطه اللي كاينه في هذا المعرض الموجه لجميع المواطنين وبالخصوص للشباب والاطفال. تكلمنا قبيله عن التحدي ديال هذا القرن او ديال 2024، هو الاشكاليه ديال الرقمنة فيها إيجابيات كثيرة ولكن فيها إشكال لأنها تهدد الورق والكتاب، فلا بد أن يكون هناك واحد الشهاد أقوى وأكثر ومبادرات أقوى وأكثر بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشباب. وفي هذا الإطار كيف ما عرفتوا يعني عطينا انطلاقة السنة السابقة للمعرض الدولي للشباب والطفولة، وفي نفس الوقت الحضور ديال الكتب موجهة للأطفال وحتى ديال بعض الناشرين مغاربة وأجانب موجهين للأطفال غيكون قوي إن شاء الله في هذا المعرض، وغتشوفوه إن شاء الله يعني في الشهر الجاي. المنتظر كذلك هو التفعيل وتكتيف المبادرات مع وزارة التعليم في هذا المجال. كتعرفوا بأننا كاين هناك اتفاقية اللي وقعنا السنة السابقة اللي كتهم الأطفال في جميع الأقاليم وجهات المملكة بالنسبة للعلاقة اللي عندنا مع المكتبات التابعة للوزارة وحتى بعض المكتبات اللي تابعة للجامعات. الهدف مرة أخرى هو تقريب الكتاب من المواطنات والمواطنين، وفي هذا الإطار فاش كنتكلموا على دمقرطة القراءة أو دمقرطة الكتاب والدعم اللي نقدروا نوجهوا للناشرين باش يوليو الكتب واحد الثمن اللي كيحترم المغاربة، فالمنتظر كذلك من المبدعين من الناشرين من الكتاب أن يكون هناك حتى قصص موجهة للأطفال أبطال مغاربة، لأننا خصنا نجيبوا دوك الأطفال عند ذاك الكتاب. كيف ما كينجحوا بعض الناشرين على الصعيد الدولي باش يوليو بعض القصص كتولي داخلة في التراث مجموعه ديال الدول، فلا بد ان يكون هناك نفس الشيء في هذا المجال. عندنا اجتهادات قاموا بها ناشرين وكتاب ومازال خصنا نقويهم ان شاء الله وندعمهم باش يوليو هناك قصص اللي غتولي كيف ما فاش كنا صغار حنا نعقلوا على جحا، ياك دابا خصنا يبقى جحا ويوليو افضل اخرين موجهه لهذا الجيل الصاعد باش يبقاو دائما يهتموا بالورقه وبالكتاب وبالقراءه بالطبع. شكرا. يونسكو اي تري اونوري دافوار ايتي شوازي بور بارتيسيبي او سان دو سييل كوم لانفيتي دونور. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'une organisation internationale est choisie plutôt qu'un pays pour être l'invité d'honneur. Nous offrirons donc un espace très dynamique au sein du Salon du Livre 2024 où les participants, le public pourra découvrir différents aspects du mandat de l'UNESCO. Bien sûr, les aspects culturels, les aspects de notre mandat liés à l'éducation, aux sciences et plus encore. Nous aurons plus d'une vingtaine de conférences et je voudrais peut-être signaler que nous mettrons à l'honneur en particulier deux sujets. La jeunesse d'abord, puisqu'il y a beaucoup de jeunes participants qui viennent au Salon du Livre. C'est important de leur faire comprendre l'importance de la lecture, de les intéresser à des sujets divers et variés. Et puis nous parlerons aussi beaucoup de l'intelligence artificielle. En tout cas, je crois que cette participation de l'UNESCO au ciel symbolise, concrétise d'une certaine façon l'union parfaite qui existe entre l'UNESCO et le Royaume du Maroc. Nous avons beaucoup d'activités à tous les niveaux ensemble et le ciel sera une occasion pour nous de le célébrer. بالنسبة لجديد الدورة 29 المعرض الدولي لنشر الكتاب الذي نظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبدعم من جهة الرباط سلا القنيطرة.
جديد هذه الدورة سيكون على عديد من المستويات. أولا على المستوى دور نشر المشاركة التي ستفوق 700 صدار نشر، منها تقريبا 990 ناشر مباشر والباقي هو ناشرين غير مباشرين يعني يحضرون بالتوكيلات. هذه السنة للتذكير توصلنا بأزيد من 900 طلب للمشاركة بالمعرض، ولكن نظرا لإكراهات يعني المساحة لم نتمكن من الاستجابة لجميع هذه الطلبات. يشارك في هذه السنة 40 دار نشر جديدة، يعني أول لها أول مشاركة في المعرض. الهدف من هذا من استقطاب دور نشر جديدة أولا تنويع المعروضات اللي غتكون إن شاء الله في المعرض، وكذلك انفتاح المعرض كذلك على دور نشر جديدة اللي عندها يعني الجديد من ناحية ديال الإصدارات. كذلك هناك جديد على مستوى البرنامج الثقافية، أزيد من 241 نشاط ثقافي سيكون إن شاء الله مبرمج في المعرض الدولي للكتاب، واللي غادي يهم تيمات متعددة وغادي يناقش قضايا متعددة، لقاءات مجانية، لقاءات مع مفكرين وأدباء مغاربة وأجانب، الاحتفاء بأعلام الثقافة المغربية من خلال الفقرة ديال المسارات، كذلك احتفال كذلك بالمغاربة الذين فازوا بجوائز على سواء في المستوى الوطني كالفائزين بجائزة المغرب للكتاب أو على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي أو الدولي. إذن جديد كذلك هذه الدورة سيكون في برنامج طفل اللي غادي يكونوا فيه فضاءين، فضاء خاص بالورشات التثقيفية والتوعوية والتحسيسية بأهمية الكتاب والقراءة، وكذلك فضاء اللي غادي يكون يخصص لمبدعي مارفيل اللي غادي يجونا من شركة مارفيل اللي غيكون عندهم لقاءات تفاعلية لمدة 10 أيام مع الأطفال، وغادي نقدموا كذلك ولأول مرة النسخة الأولى من القصص المصورة أسود الأطلس اللي غادي هي من إبداع الرسامي مارفيل. كذلك غيكونوا أنشطة خارج الأسوار هذه السنة، أنشطة غادي تكون في منتزه الحسن الثاني لفائدة الأطفال، هناك كذلك أنشطة غادي تكون في ستستضيفها المكتبة الوطنية، لقاءات مهنية، لقاءات كراسي اليونسكو، الجمع العام للشبكة الفرنكوفونية للمكتبات الرقمية. كذلك الجديد غي سيكون على المستوى التنظيمي، وان شاء الله غادي تكون عندكم فرصه باش تجيو تشوفوا المعرض يعني التهيئه الجديده اللي غنقدموها للزوار على مستوى الفضاء. هناك كذلك تسهيلات عديده، كل هذه المعلومات متوفره في الموقع الالكتروني للمعرض. هناك حجز مسبق للورشات الخاصه بالطفل، الحجز المسبق للتذاكر، تسهيل الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصه، الترجمه بلغه الاشاره لفائدة في فضاء الطفل، وكذلك بعض فضاءات المعرض، كذلك ترجمة ولأول مرة يعني البرنامج الثقافي الخاص بالأطفال بلغة براي، تخفيضات لحاملي جواز الشباب، تخفيضات في القطار من خلال العرض الشراكة يعني المتواصلة ومتجددة اللي عندنا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب العديد من العروض اللي غنخليكم إن شاء الله تكتشفوها. كل شيء موجود على الموقع الإلكتروني ديال المعرض. شكرا.